للمزيد حول آخر المستجدات بشأن الاستعدادات للانتخابات الأمريكية ينضم إلينا موفد التلفزيون المصري مصطفى مزار من نيويورك. بعد التحية مصطفى، ماذا عن سير العملية الانتخابية في الانتخابات الأمريكية وتصويت أيضا المواطنين الأمريكان في هذه الانتخابات لاختيار رئيس أمريكا 47؟ فاطمة أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. مشاهدي التلفزيون المصري، الانتخابات تجري على قدم وساق منذ أن تم فتح باب اللجان في 8 صباحا، واكتملت الولايات المتحدة الأمريكية جميعها في فتح باب اللجان، وبدأ الناخبون يذهبون إلى اللجان. الآن أنا أقف في لجنة أو في إحدى اللجان في مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك. يعني ربما في هذا التوقيت بالتحديد التصويت أو الناخبون الذين لهم حق التصويت والذين يدون بأصواتهم، العدد المتردد على اللجان قليل مقارنة بالصباح الباكر، فهنا يذهبون مباشرة في الصباح إلى اللجان ثم يدلوا بأصواتهم، ومن ثم يذهبون إلى أعمالهم. هذا بادئ ذي بدء في بداية الاقتراع في اللجنة التي أتواجد أمامها الآن. لا أحد يمكن فطيمة أن يتكهن بمن سيفوز بهذه الانتخابات. الصراع والحدة للمنافسة تشتد بصورة كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الجميع هنا يتحدث عن فكرة أنه يجب أن يكون هناك انتقال سلس للسلطة، وألا تكون هناك يعني إنجاز التعبير مشاحنات أو مشاجرات أو استفزاز. مع العلم فطيمة أن هناك الآن وبالتحديد منذ أن أدلى الرئيس المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية بصوت دونالد ترامب أو هاريس في ولايتهما المتواجدين فيها الآن، هناك تشكيك حقيقي ما بين الحزبين في نزاهة العملية الانتخابية. التشكيك جاء أولا من أنصار وحملة ترامب فطيمة منذ 250 عام، وهناك انتقال سلس للسلطة، لكن في هذه الانتخابات بالتحديد هناك تخوف كبير للغاية من يعني المواطن الأمريكي من كلا الحزبين، تحديدا من المرشح الرئاسي دونالد ترامب، لأنه بدأ التشكيك وقال أنه هناك يعني انتخابات ربما تكون غير نزيهة وربما لا تكون هناك شفافية بشكل كامل، مع العلم أنه من الممكن أن يفوز ومن الممكن أن يخسر بفارق ضئيل، لكنه تحدث أنه لن يقبل نتيجة الانتخابات إذا كان الفارق ضئيل. مصطفى، على ذكر هذه النقطة تحديدا وعدم وجود النزاهة من قبل، على حسب رؤية الرئيس دونالد ترامب طبعا المرشح الجمهوري في هذه الانتخابات، نتحدث عن الالتزامات والإجراءات الأمنية المتوفرة من قبل الحكومة من أجل تأمين هذه الانتخابات من ووصول هذه الانتخابات لشفافية. فطيمة، هذه نقطة لافتة للنظر تماما لمن يزور مدينة نيويورك. تعتبر أصلا نيويورك هي المدينة أو العاصمة الثانية بعد واشنطن دي سي، لكن اللافت للنظر هنا أن الأمن متواجد وبكثافة في الشوارع وفي الطرقات وفي اللجان وفي الدوريات المرورية المختلفة. أمام حتى اللجان هناك يعني أفراد أمن كثر متواجدون أمام اللجان التي يصوت فيها الناخبون. بالإضافة أن هناك حالة أمنية قوية في الشارع، وهناك أيضا استعلامات، وهناك يعني أحاديث مباشرة. يعني أنا أرى عندما تقطعت ومررت حتى أصل إلى هذه اللجنة، وجدت يعني في طريقي لعشر دقائق سيرا على الأقدام ما يقرب من 1000 شرطي متواجد في الشوارع الرئيسية، ليس واحد فحسب ولكن كثر متواجدون. فالحالة الأمنية هنا فطيمة تتسم بالشدة وتتسم بالحزم. الحالة الأمنية أيضا أمام اللجان كذلك، لأن هناك تخوف كبير من أن يكون هناك أعمال عنف عقب الفرز أو عقب إعلان النتيجة بشكل غير رسمي، لأن النتيجة لن تعلن في هذا اليوم بعد إحصاء العدد. لكن كما هو معلوم يكون معلوم بالضرورة من سيفوز بهذه الانتخابات في نهاية اليوم. تكهنات وإجراءات وتقارير تكتب وإحصاءات واستطلاعات تشير وتحصي من أدلوا بأصواتهم في اللجان، بالإضافة إلى من صوتوا في التصويت أو ما يعرف بالتصويت المبكر والذي تخطى أكثر من 170 مليون ربما على مستوى بعض الولايات المختلفة. الحقيقة فطيمة هذه الانتخابات تسير على قدم وساق، لكن هناك مؤثرات بالطبع عليها، هناك اتهامات متبادلة، هناك استفزازات متبادلة، هناك تجري على قدم وساق. وصلت الصورة مفادنا الزميل مصطفى ميزار من نيويورك، شكرا جزيلا لك.